إذا الآن تكرار النصف الأول من الحزب 22 رقم 77 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما لهم من الله من عاصم أي؟ ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفتعون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من أمن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بارك الله. نشوف الصفحة. بارك الله. رقم 57 يعرفوا الأرقام بتاعه. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم
صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. الله يبارك فيك، ممتاز، بارك الله فيك. رقم 100، إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ويوم نحشرهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم ثم نتوفينك فإلينا مرجعهم والله شهيد. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق ولكن وما أنتم بمعجزين بارك الله فيك. مساجد رقم 68.
قل إن الذين يفترون على الله
قل إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. نمر الآن إلى مراجعة النصف الثاني من الحزب 38، بداية سورة النمل، عدد 64. در بن عمر. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. رقم 71. حلومة طرابلسي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلبث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبب بنبأ يقين. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. رقم 73. فناظرة بما يرجع المرسلون.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك. رقم 62. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أهل الملأ ويلكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ناقشها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته حجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قوارير. قالت ربي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. رقم 76. هاجر حديدان. تستعجلون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا موت أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا وهم لا يشعرون.
خد بالك الشكل ده فهمته. كيف كان عاقبة مكره؟ عاقبة عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فإذا بيوتهم خاطئة بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. الله يبارك فيك، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.